جاهزية تامة من قبل مستشفيات العزل لبدء تفعيل منظومة تلقيح الكوادر الطبية والتمريضية بل والمتعاملين مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد. مستشفى العجوزة واحدة من تلك المستشفيات التي بدأت على أرض الواقع بتطعيم الجيش الأبيض بها كواحدة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للمواجهة. احنا هنا في مستشفى العجوزة احدى مستشفيات العزل المتوزعة على محافظات الجمهورية كلها، وتعتبر واحدة من اهم المستشفيات اللي بتشتغل في منظومة عزل المرضى كورونا، والمستشفى بتستقبل مرضى كورونا من شهر مارس اللي فات. الحمد لله احنا امبارح بس استلمنا حصة المستشفى من التطعيمات اللي جابها لنا فريق مديرية الشؤون الصحية، طبعا في شروط الحفظ السليمة بتاعتها في درجة الحرارة المناسبة ليها، وكنا جاهزين في المستشفى بالتلاجات اللازمة للحفظ وبأطقم التعامل مع المصل منذ وقت استلامه. وابتدينا كنا جاهزين وقسمنا الناس فرق للتطعيم، فرق هتقوم بالتطعيم والفرق التانية بتطعم على مراحل طبقا لوقت الفراغ، لان الباقي بيبقى موجود فينا بطشيات العمل بتاعتهم في التعامل مع المرضى داخل المستشفى. ابتدينا النهارده بالفعل وجاهزين دلوقتي شغالين فعلا بنطعم في اول مجموعه من المجموعات اللي بتاخد التطعيم، وابتدينا النهارده والحمد لله الامور ماشيه كويسه، ما عندناش مشاكل، والمنظومه ماشيه بسلاسه الحمد لله كويسه جدا لان كنا جاهزين لها كويس. تأمين وصول التطعيم إلى مستشفيات العزل تتم من قبل فرق الطب الوقائي التي تقوم بحفظ وتخزين اللقاحات وفقا لمعايير الجودة العالمية. طبعا من أول ما جت لنا التوجيهات والتعليمات من معالي الوزيرة بدأنا استلام الطعوم من الشرق القابضة للقاحات والأمصال، ثم تم حفظها بمخازن المديرية بمحافظة الجيزة، وكان في لجنة علمية بتشرف عليها يوميا علشان الإجراءات الحفظ وسلسلة التبريد الجيدة. ثم جت لنا التعليمات أيضا لنقل وتدريب الفريق الطبي بمستشفيات العزل ومستشفيات محافظة الجيزة كلها، بتقع تقريبا في حوالي 53 مستشفى، علشان يقوموا بعد كده بتطعيم جميع العاملين بيها. تم تدريب الجزء الأكبر من هؤلاء الفرق بالمستشفيات وجاري استكمال الباقي، والعجوزة كانت أو مستشفى العجوزة من أوائل المستشفيات اللي تم تدريب الفريق الطبي والتنسيق معاهم واستلام الطعوم من يوم 21 يناير 2021، وهم طبعا جاهزين من بدايتها لاستقبال الزملاء الأفاضل من الأطباء والفريق الطبي كله كامل والمعاونين للتطعيمات. دكتور كلمني بقى عن موضوع التخزين عشان يصل مضمونية وفعالية. هو سعادتك، هو طبقا لإجراءات الشركة اللي منتجة للطعوم والبلد المصنعة ان هو بيحفظ من درجة زائد 2 زائد 8 لتعليمات سلسلة التبريد بالتلاجات او بالاماكن اللي بيحفظ فيها الطعوم، بينقل ايضا بحوامل طعوم او بالسيارة الخاصة بتاعتنا اللي هي خاصة بالطعوم بنفس الكيفية وبنفس سلسلة التبريد. إجراءات احترازية غير عادية تتم خلال عملية التطعيم بين الكوادر الطبية كافة لتحقيق المأمونية والفاعلية للقاحات. التطعيم جاي من شركة ساينوفارم، شركة صينية، تطعيم من هو الكلد، يعني التطعيم نفسه فيروس بس بشكل ميت. دي أعلى مستوى أمان في نسبة التطعيمات اللي موجودة حاليا على الساحة، بالنسبة حتى أأمن من فايزر وموديرنا والتطعيمات اللي موجودة جماليا، التطعيمات الصينية والروسية. فالحمد لله التطعيم ده نسبة الأمان فيه عالية جدا وقوية جدا، مفيش فيه أي مشاكل إن شاء الله. الموانع بسيطة جدا وقليلة جدا، الناس اللي هم عندهم مشاكل لها ضغط وسكر ومش متظبط بقاله فترة طويلة، أو عندهم صرع، أو عندهم إصابة كوفيد في خلال 3 شهور اللي فاتوا، أو ناس عندها أعراض كتير، يعني مثلا أعراض شبه الكوفيد في آخر 10 أيام. موانع التطعيم حاجات بسيطة جدا. إجراءات التطعيم إجراءات برضو بسيطة، إن إحنا زي طعم الإنفلونزا العادي خالص، بناخد الطعم في العضلة الدالة في الإيد الشمال، الطعم بيبقى نص ملي، بناخد جرعة تانية بعد 21 يوم. الاجسام المناعه بتبتدي تتكون في الدم بعد حوالي 4 اسابيع. انت انطباعك بقى لما حتى التطعيم والرساله طلعت ازاي؟ طبعا التطعيم ان شاء الله يوفر نسبه كفاءه عاليه جدا، ويوفر كمان حمايه كبيره جدا من الكورونا في الفتره الجايه اللي احنا فيها دي. احنا الحمد لله يعني الويف الثانيه، الحمد لله الفتره اللي احنا فيها دي الويف الثانيه الحمد لله تنحسر كتير، لكن احنا طبعا عايزين نرفع مستوى المناعه لمعظم فئات الشعب اللي موجوده، بحيث ان احنا ان شاء الله الموضوع ده ما يبقاش فيه ويف ولا ثالثه ولا رابعه ولا القصه دي ثاني ان شاء الله. انت حاسس بايه بعد ما خدت التطعيم؟ ولا اي حاجه خالص، التطعيم بسيط جدا، هي حتى كل الاعراض الجانبيه منه ممكن وجع مكان الشك، حاجه بسيطه خالص يعني مفيش منه قلق خالص ان شاء الله. بطمن الناس كلها، ويعني انا حابب الناس كلها تشارك في الحمله اللي برعايه ساعه وزاره الصحه، الحمله قويه جدا، واتمنى الناس كلها تشارك، ويعني دي في مصلحه البلد.
في الاول وفي الاخر. اول حاجه احنا اتصلنا من الناس ودونا توعيه امبارح وفرقنا ومرينا عليهم كلهم وقلنا لهم يا جماعه التطعيم دوت العيوب بتاعته ايه المميزات بتاعته ايه ايه وخدنا الاستمارات بتاعهم بالامتاءات بتاعتهم اللي هم موافقين ياخدوا التطعيم وجبناهم النهارده ان شاء الله عشان يطعموا معانا. واول ما يكون طعموا قلنا لهم لو عندهم ضغط او سكر او الامراض اللي فيها قلق يعني هوت او الستات اللي حوامل ما ينفعوش يطعموا معانا. واول حاجه اسنانهم الضغط بتاعهم وبعدين قعدناهم على الكرسي ولبسنا الواجبات الشخصيه بتاعتنا الواجب ناخدها ونغسل ايدينا بين مريض ومريض. وبعد كده بقى طعمناهم وبعد طعمناهم قعدوا معانا يعني مراحصه كده اهوت لمده 10 دقايق عشان نشوف اخبارهم ايه. وبعد ما طعمناهم خلاص بقى الصحه جيده الحمد لله. قولي انطباعات الناس وهي بتاخد التطعيم كانت عامله ازاي؟ لا الحمد لله ما فيش اي خوف. ودكتور عصام هو اللي بدا بيه وحده منايب المدير وهو شجع الناس اللي هو ياخدوا بعد كده كلهم التطعيم. هل في اعراض جانبيه حصلت اثناء الفتره ال 10 دقايق؟ لا الحمد لله ما فيش اي حاجه وكلهم نسوا الشغل عادي واشتغلوا معانا. هل في تخوفات معينه من الاطباء بالنسبه للتطعيم ولا حاجه؟ لا الاطباء كلهم وقفوا جنبنا وكانوا بيشجعوا الناس اللي ياخدوا التطعيمات. الكوادر الطبيه بعد تعاطيها اللقاحات اثنت على تلك الخطوه لمواجهه الفيروس بشكل فاعل. طبعا النهارده بدات بتطعيم النهارده ان شاء الله. طبعا الحمد لله ما فيش اي حاجه ما فيش خوف باذن الله تعالى. انا هناخد بالاسباب كلنا والنتيجه على الله باذن الله. يعني املي في جميع الناس ما يخافوش من التطعيم باذن الله تعالى. باذن الله الدنيا تكون امان. التطعيم ده سبيل لنا باذن الله تعالى في حمايتنا بعد ربنا. نحاول ناخد بالاسباب نعقلها ونتوكل ناخد التطعيم وان شاء الله يكون املنا في ربنا كبير ان هو يحمينا من الاصابه بالوباء دوت مع اخذ الاحتياطات الاحترازيه بتاعتنا. هل في اعراض جانبيه حصلت؟ طبعا في اعراض جانبيه المفروض بتحصل بسرعه وفي اعراض متاخره. طبعا حتى الان ما فيش اعراض الحمد لله ظهرت عليا الحمد لله. والدنيا ان شاء الله املنا في ربنا كبير برضه زي ما قلت وما فيش اعراض ان شاء الله هتحصل باذن الله. الرساله اللي بقولها الناس كلها المفروض تطعم ما تخافش من اي حاجه وانا اخذت التطعيم ومش حاسه باي اعراض حاليا لغايه دلوقتي. وبقول يا ريت نشجع ان احنا كلنا نقوم بالمهمه ديت وان احنا لازم ناخد التطعيم لانه في مصلحتنا مش ضرر علينا. هو تطعيم كويس وكويس والحمد لله لحد دلوقتي ما فيش اي اعراض وما فيش اي حاجه سبت اي حاجه ولا اي سخونيه ولا اي حاجه وكويس التطعيم. وبالنسبه ان احنا خدناه عشان احنا بنتعامل مع المرضى بننقل المكانات المرضى بنتعامل معها على بالانتشار على طول من مكان لمكان ونقولها ما فيش اي حاجه حصل الحمد لله وكله تمام. بس انا خدتها عشان بتعامل مع المرضى كتير ما فيش اي حاجه الحمد لله ولا في اي اعراض. اقبال الكوادر الطبيه على عمليه التطعيم يؤكد وعيهم الكامل باهميه مواجهه المرض بشكل واقعي. اقبال متزايد من قبل الكوادر الطبيه الجيش الابيض بمستشفيات العزله على اللقاحات المقاومه لفيروس كورونا المستجد بما يؤكد وعيهم الكامل باهميه الاجراءات الاحترازيه للمواجهه. محمد حلمي التلفزيون المصري.